سرور لما اروح مراجعه اشوف الوجه الطيب هذا. الله يسعدك. الله يبيض وجهك يا اخي، انت اخلاق. كل اللي لك يا فعلي. انت بنك اخلاق. يا بعد راسي. عزوز ايش رايك في تعامل الرجل هذا؟ راقي. راقي. يستاهل بورتوس. يستاهل. اهم شيء طلعناك من بنك الربوي وحطيناك في البنك الاسلامي. بيض الله وجهك وبالفوز. انت اللي بيض الله وجهك. جزاك الله خير. لا بالعكس، واجبنا ننقذ الشباب انهم ما ياكلون حرام ولا يروحون بنك الربوي. سؤال مهم جدا من مديرنا عسى ربي يحفظه ويبارك فيه، يقول الان في مبالغ ساعات يلقونها طايحه بالشارع، مثال ذلك يعني هذه لقوا سوار الذهب، سوار الذهب هذه الان نقدر نفتحها عادي؟ ايه فتحنا اياها، ولقوا مبلغ الان، المبلغ هذا لقوا بتاريخ 7/8/2022 10 دنانير، شو يسوون فيها هذه؟ هذه السوار هم بعد لقوها، لا هذه مو ذهب. هذه واضحه انها مو ذهب. واضحة معروفة. إكسفار عادي. هل هذه أقعد سنة أنطر؟ لا، المبلغ اليسير هذه يعني يتصرف فيه. أما إذا كان ذهب هذه والله شكلها ذهب، هذه بعد سنة تعرف سنة بعدين يستحقها اللي لقاها، لكن هم لاقينها في البنك هني يقطونها أعمال خير. أما هذا سوار، والعشرة هذه تتصدقون فيها أو حلال اللي قاها. في مبالغ معدة. جرب يحفظ طول. شنو فيه؟ في مبالغ معدة.